كلية الدفاع الجوي هي إحدى كليات الأكاديمية العسكرية المصرية، تقوم بالإعداد العلمي والتأهيل البدني للطلبة من خلال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتواجدة بالأكاديمية العسكرية المصرية. بتقوم على إعداد وتأهيل طلبة كلية الدفاع الجوي ليكونوا خريجين متميزين بقوات الدفاع الجوي والقوات المسلحة، يتسموا بالصفات الحميدة وحسن الخلق، لهم القدرة على التعامل مع معدات الدفاع الجوي ذات التقنيات الحديثة. وتقوم الكلية أيضا بتطوير الدائم لمحاور العملية التعليمية من خلال منظومة إدارة العملية التعليمية المتواجدة بالأكاديمية العسكرية المصرية، للحصول على خريج متميز في كافة النواحي الانضباطية والعلمية والثقافية. كما تقوم الكلية أيضا بالاهتمام بالبحث العلمي والمعرفة من خلال التنسيق الدائم مع قيادة قوات الدفاع الجوي وتحت مظلة الأكاديمية العسكرية المصرية، من خلال تنفيذ مسابقة الابتكارات العلمية والمؤتمر الدولي الأول للاتصالات بحضور نخبة من الأساتذة في مجال الاتصالات والهوائيات، لنشر وتحفيز الطلبة وأعضاء هيئة التدريس على الحصول على الدرجات العلمية، درجات الماجستير والدكتوراه من داخل البلاد وخارج البلاد، مع تبني الأفكار البحثية وتصنيعها بواسطة جهات الاختصاص. بيتم ذلك من خلال تدريب الطلبة على المحاكيات والتقنيات الحديثة المتواجدة بالأكاديمية العسكرية المصرية، مع قيام قيادة قوات الدفاع الجوي بتوفير المحاكيات وتنفيذ تدريب عملي خارجي للطلبة ينتهي برماية حقيقية على المعدات، يكتسب الطلبة المهارات اللازمة للتعامل مع التقنيات الحديثة والفائقة التطوير في مجابهة العدائيات الجوية المختلفة. بهني طلبة ولادي الخريجين، بوصيهم بالبحث والاطلاع الدائم والمعرفة والاطلاع على كل ما هو جديد في العلوم المختلفة، فهم بإذن الله قادة المستقبل، قادة القوات المسلحة. احنا دربناهم بأحدث الوسائل التعليمية طبقا للمواصفات العالمية للحصول على خريج متميز قادر على مجابهة العدائيات المحتملة والتهديدات المنتظرة. احنا ككليات عسكرية وأكاديمية عسكرية طبعا التوجيه بالنسبة لنا ان احنا بنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على المستوى العلمي والبدني والانضباطي للخريجين، ليكونوا قادرين بعد التخرج على التعامل مع المواقف المختلفة في ظل الظروف الغير الراهنة والغير مسبوقة التي تمر بها البلاد. فإن شاء الله الخريجين يكونوا قادرين على التعامل مع المواقف الطارئة والمواقف المختلفة الموجودة حاليا في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط.